لك مرق بالكنتور. الشارع وين بالظبط؟ عم تركهم بالظبط؟ طب هينا جينا نشوف. بدنا نروح من كل كنفوت من جنب بيتها لأنه الناس بتمشيها يعني كنافت برضو غير مرغوب فيها مش عارف ليش. المهم من كيلو نحطه في محل بيت. وينه؟ استنى شوي. السلام عليكم. هلا. ايش عمك؟ طاب؟ ماله مريض؟ بنفض. لا مش طبيعي بنفض. شكلها أنثى حامل. عليه إشي على جسمه؟ عليه إشي أحمر. شو عليه؟ إشي لا هذا الأحمر بصير شو؟ وين كان؟ جوا. بس شكلها أنثى حامل هي. استنى شوف. ليش طب حالها؟ طب يلا تعال. لا خلص بنزلش. حكينا نزيح محل بيت. اطلع من هنا بنطش لا مدري ايش. يلا روح. بدنا نحط الكونفورت في محل نبعده عن الدور نحطه بمحل مرتب. وين احسن محل مناسب له؟ كنافت بتحب تيجي او بتعتقد انه جنب الدور انه امان. الان احسن منطقة مناسبة للكنفوت. يلا نطلع كنفوت. كيف نحطه هون لحاله بروح. سلام كل فود.